ماشي نفس الشيء. كل الانصار الحقيقيين لمولودية الجزائر، يعني نقول الحقيقيين اخاتش عندنا للاسف مع باش ولا نسميهم انصار، عندنا شويه المزيفين هما انصار الاشخاص، وكل واحد عنده الدوافع تاعو، وكل واحد عنده اغراض تاعو، وكل واحد عنده اهداف تاعو. على خاطرش هو باش تكون الاشاده، انا الاشاده الحقيقيه نمدها المناصر اللي يروح يشري التذكره ويطلع المدرجات ويساند الفريق تاعو لاخر دقيقه بكل مشاعره وكل يعني هذاك هو اللي يستحق الاشاده مني انا شخصيا، هذاك هو الحقيقي اللي يحب المولوديه. اما الاخرين كل واحد عنده مصالحه، باسكو ندعي هاد الانصار باش يكون الالتفاف حول الفريق، لان كاين مناورات ومخططات اللي انا على بالي بها مانيش نهدر في الفراغ، باش المولوديه هذا العام يكسروها، باش المولوديه ما تدي بطوله، مولوديه ما تدي والو، لان الاشخاص هذو ما راهمش في المولوديه. تفضل الاخ وحبيبي رفيق لصيفي اللي لعبت معاه، حصل لي الشرف ولعبت معاه، وتكلم واحد الخطره واحد الجمله وعجبتني الجمله هذيك، حطيتها في راسي، تاع يحبوا المولوديه غير كي يكونوا فيها.